المنتخب البرازيلي في مباراة تظل عالقة في الأذهان. هذه محاولة أخرى إبعاد رونالدينيو، هدف ثاني، هدف ثاني من جانب اللاعب رونالدينيو، اللاعب الذي تمكن من استقبال الكرة وتأن اللاعب رونالدينيو في وضع الكرة داخل الشباك. إذن رونالدينيو يكتب أول تألق له مع المنتخب البرازيلي الأولمبي. أمامنا أندرسون كان وراء بناء الهجمة، الكرة لعبت ناحية باتو، ارتدت من حارس المرمى ورونالدينيو استقبل ووضع الكرة داخل الشباك. إذن رونالدينيو في أول بروز له، في أول إطلالة له، وهي إطلالة بهية للاعب رونالدينيو الذي يتمكن من إحراز الهدف الثاني. وأمامنا الإعادة، أمامنا المدافع جومات كان يعتقد بأن رونالدينيو سيلعب الكرة مباشرة وحاول الاندفاع والإبعاد، لكن تفاجأ بإمكانيات رونالدينيو الذي أحسن الاستقبال وأحسن التمويه وأحسن وضع الكرة داخل الشباك محرزا الهدف الثاني.